نايس باس عم توصل اكيد من مراد هاشم كثير بسام بخمس نقط بشكل شخصي مساعدة كرة السلة تعتمد على اللعب الجماعي نادي الحرية متعلق من على ثلاث نقط عم يبلش مسلسل ثلاث نقط مراد هاشم ثاني 3 بوينتس بس تيرن اوفر بتروح لعند كارل ايجو مراد هاشم اللي بحاول يدخل على الباسكت عم يقدر ياخذ الفاول وراح نشوفه على الاند وان مراد هاشم عم يتحرك بشكل كثير صح جورج دولماي بشكل كثير مهم يعطيهم ثقة لفريق الجلاء انه نحن مراد هاشم بشكل ولا اروع عم يقدر يسجل ثلاث نقط لفريقه عم يعمل الارقام مراد هاشم مراد عم يحاول على 3 بوينت عم يتعرض لبلوك شوت من نادي معي سهل يرجع لم الريباوند بيرجع محاولة على 3 بوينت يا مراد شو هال 3 بوينت خال بسام لعند مراد هاشم عم يقدر يسجل النقطتين بطريقة كتير حلوة عم يقدر يسجل النقطية أنطوني بكر أنطوني ولكن عم يرتكب تير أوفر رح ترجع الهيازة للعرباويين من عند مراد هاشم اللي عم يعمل فيك وبيخترق ولي أبو كتير حلوة هالنقطتين نقطتين كتير حلوات لا مراد هاشم بسام مراد لعند بسام الله 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 على الاسيست هلا هالنقطتين بطريقه كتير حلوه من عند مراد هاشم لعند بسام معاذ جود اسيست كتير حلوه كانت من مراد الله نقدر بسام ترجع الحيازه العرباويه مراد هاشم مراد عم يخترق مراد اسيست لعند الخانطوماني خانطوماني عم يقدر يسجل نقطتين كتير حلوات برافو لمحمود طريقة كتير حلوة جود اسيست كان من اسحاق عبيد لعند نديم عيسى اللي قدر يسجل نقطتين بطريقة جمالية ولا احلى مراد هاشم عم يقدر يسجل كمان نقطتين تماما رح تشوف شوية احصائيات تحكي لنا عنهم كابتن هيثم طابعا مراد هاشم مراد لا احمد حبش عم يسجل رجع لورا بيكون بي قبل مان تماني اما عم يرجع على الزون اللي كنا عم نحكي عليه مراد بيقدر يدخل ويسجل نقطتين من على الباك بورد بكل خبره مراد هاشم الكترونيا راح تكون على تطبيق سما حاليا على الفيسبوك وتطبيق سما ولكن بعد فتره صغيره راح تشوفوا كل المباريات على تطبيق سما الرياضيه بيقدر يسجل بتروح الكره لعند ايزي لاي اب هي ميزه نادي الحريه السرعه ومراد بيعرف يقرا الفاست بريك بطريقه صح وكمان نادي الحريه اكيد حسن احمد عم ياخذ الريباوند جو بس جود ديفنس من مراد هاشم عم يقرا الكره بطريقه كثير صح امجد اخرس لتشكيله فريق نادي الثوره مراد بجد باس لعند لا ابراهيم عم يقدر يسجل على النقطتين من تحت السله مراد من على 3 بوينتس كمان عم يسجل مراد وقت عم يكون فاضي مراد وقدران يسجل مع ثلاث نقط بكلين شوت عم يسجل عم يعمل سكور سام معز عم يخترق على البيز لاين بس بفضل يعكس الكرة مراد مرة ثانية من على ثلاث نقط ببداية الشوط يعني اعطوه ادفانتج منية ثلاثة وبإضافة لسلة بنتريشن شفناها من الأخرس بنتريشن دخول كثير مهم من مراد هاشم عم ينهي الكرة بطريقة كثير بعيد بإيربول ما بتوصل الكرة على الحلق ترجع عند مراد هاشم من على خط 3 بوينتس عم تسجل على 3 بوينتس مراد بكل ثقة وقوة عم يقدر يسجل هالثلاث نقط لفريقه من على خط 3 بوينتس ما قدر أكيد يسجل هون عم يهجموا أكيد 2 على 1 من فريق نادي الحرية إيزي باسكت بسجلها مراد هاشم نفس القرار اللي تسرع بالانرجي يعني بحفظ الطاقه تيرن اوفرات تبع نادي الثوره بدها تكلفهم غالي كثير بس عم عز بالفعل بطريقه كثير عم تعمل نايس بلاك شات من محمود خانطوماني عم نشوف كيف ولا احلى من هيك مراد هاشم شو تايم عن جد وخانطوماني اكيد نهاها بشكل كثير صح بيده كارل ايجو ما بيقدر يسجل بس مراد اللي عم ياخذ الريباوند عم يقدر يسجل هدول النقطتين عليه هون وهذا اللي عم يصير عم ياخذ الشوطه وانطلاقه دغري على الهجوم السريع مراد بشكل مراد ولا احلى عن جد وعم ينهي الكره بشكل كثير صح كمان بيرد عليه مراد هاشم مراد على الكره
بس هلا عاد مراد مراد هاشم عم يعطي اساس للطراز تحت الباسكت مع ميوزن بسجل بلما طراجي لعنده مراد هاشم مراد عم يشتري تحت الباسكت كارل إيغو مراد مراد هاشم محاولة على النقطة بسام يلا عم يفضل انه يهدي اللعب ويرجع لعند مراد هاشم جام شات على 3 بوينت عم يقدر بسجله مراد هاشم يلي عم يرجع بيقلص الارقام مع نادي عم شوف تشكيلة فريق الحرية كمان نفسها يلي انتهوا منه انتهت بالكوارتر الثالث عم يحاول احمد حبش على 3 بوينت عم يقدر احمد حبش يعطي التقدم للفريق لما عاز لعند مراد هاشم مراد عم يعطي لعند بسام معاز عم يقدر بسجل ايزي باسكت كانت لبسام معاز عم يقدر فيها بسجل النقطتين ليقلص الارقام نقطتين للنادي محمود خانطوماني ترجع لعند مراد اللي عم يحاول على 3 بوينت يا مراد يا مراد هلا هلا يا مراد عم يعمل جمب شوت عم يقدر بسجل 3 بوينت التاني بول بترجع لعند عزت الحسين بشكل كتير سريع عزت عم يقدر بيخطف منه السيل بطريقه كتير حلوه مراد هاشم على 3 بوينت مراد ما عم يقدر بس ريباوند اللي عند محمود الطراجي مراد عم يخترق راح يسجلها مراد راح يسجلها مراد مثل ما قلت مراد هاشم عم يخترق اول ذا بيدرس مع سرجيان مراد هاشم عم يعطي لمحمود الطراجي عم يقدر بسجل التو بياخذ الاند وان الرميه الحره الاضافيه لمحمود الطراجي راح نشوف اي ميكر مراد على 3 بوينت عم يقدر بيسجل ثلاثيه اللي عم تجبر الكوتش عم يقدر بيسجل فهد مراد هاشم مراد عم ياخذ السكريم الخانطوماني تحت الباسكت دود اسيست دود اسيست من مراد هاشم عم يعطي له 52 ثانيه على نهايه الكوارتر الاول مراد عم يعطي اسيست للطراجي برافو يا مراد اسيس كتير حلو جود اسيس من مع محمد موسى لبسام محمد مرة تانية مراد على الثلاثية عم يحاول عم يقدر بيسجل مراد هاشم ثلاثية لصالح نادي الحرية ليعوض الثلاثية اللي راحت منه بالهجم تيرن اوفر عم يرتكبه لاعب نادي الفيحاء حمزة ترجع مراد هاشم للخانطوماني تحت الباسكت ايزي باسكت وجود اسيست من مراد هاشم مراد هاشم يلي عم يتميز اليوم بالاسيستات اللي عم يعطيه لمراد مراد هاشم اللي عم يحاول يخترق ما بيقدر يسجل بيرجع بيلم الريباوند الهجومي مره ثانيه وبيقدر بيسجل نقطتين مراد هاشم بعد المتابعه الهجوميه اللي قدر يعملها كره من الاوتسايد من مراد للطراجي مراد محاولة من الثلاثية عم يقدر بسجل مراد هاشم ثلاثية لصالح نادي الحرية 34 اختراق كثير حلوة ونقطتين ولا أحلى من هيك لا مراد هاشم عم يعمل ريباوند بسام معاز بسام لعند مراد على الفاست بريك لعند أحمد حبش تحت الباسكت إيزي باسكت عم يقدروا يسجلوها شباب ورجال نادي عم نشوف تدوير الكرة من نادي الحرية لاستغلال كم وقت الهجمة مع مراد هاشم عم يقدر بسجل 3 بوينت من مسافة كتير بعيدة عم يقدر بسجل هي الثلاثية